السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده موقع متخصص انه يعمل لك بودكاست بشكل حلو، يعني يعمل لك مثلا ملف صوتي بشكل جميل جدا تقدر ان انت تستفاد منه، ليك ان انت تحط اصوات كتيرة جدا اكتر من شخص، وتختار النغمة وتختار جنبها مثلا خلفية ميوزيك او موسيقى زي ما انت عايز. والموضوع سهل جدا، مش محتاج احتراف. بتكتب الكلام اللي انت عايزه، تختار السبيكر مين، كل لغة، يعني في لغات كتيرة وفي اشخاص لكل لغة، وتبدأ تختار ملف الصوت اللي انت عايزه بالشكل الجميل دوت. يعني ممكن تعمل مسرحية في 5 6 اشخاص بيتكلموا وتطلع بجودة عالية جدا زي ما انت شايف. ده معتمد على تقنية تحويل التكست لصوت، هو لسه واخد جايزة اهوت في القسم بتاع الذكاء الاصطناعي. طيب تعال نشوف الأسعار، هي أسعار مكتوبة فوق، بس بنبص بس كده على الحاجات اللي موجودة دي الأسئلة. طيب البرايسنج اهوت بالفري بيديك 3 دقايق، والكرييتور ده بيديني دي الإمكانيات اللي بيديها لنا، ساعة في الشهر، 29 دولار في الشهر. في أكتر بقى البرو اللي هو 100 دولار في الشهر، ده بيبقى 5 ساعات كل شهر. دي طبعا انيوال ممكن تشوفها لو انت تدفع شهريا. طبعا في ناس محترفة بتكسب كتير جدا موضوع عملية الصوت دوت، او هي اللي بتعمل بتخلي حد يعملها شغل فبتدفع كتير، فبالنسبة لها الموضوع كويس. فبيظهر معايا بالشكل دوت، تمام. بيقول لي اختار اللغة اللي انت تعمل بيها، حتى الآن لسه مضافش العربي فهنخليها انجليزي. بتقول لي اسمي البودكاست ايه، اسميه احمد، مين احمد مش عارف، هتكلم عن ايه. فبتبدأ تكتب الموضوع. طيب هنبدأ بقى نعمل اول حلقة، وفي الاخر نعمل لها بابلشيت. طيب بيقول لي عايز نكتب لك احنا الكلام، ولا قلت له اكتب انت الكلام، فكتب لي فعلا الكلام. target duration 1 minute. طيب ممكن نبدأ بقى نضيف واحد تاني زي ما احنا عايزين، تمام. طيب هو بيقول لي ده بالنسبة لك كفاية عشان انت ببلاش. طيب generate the script. اديته شوية كلام كده، بقوله بعمل لي هو بقى بيعمل انترو، بعد كده بيعمل اوترو، وبعد كده بيوظف الكلام ويظبطه، بيعمل ادجاست. ممكن بقى من هنا نختار السبيكر مثلا، نختار كيفن مثلا الساوند تراك، ممكن نقول له نو ميوزك ونحملها من الذكر اللي احنا عايزينها، او نختار زي ما احنا عايزين الميوزك انترو كام ثانية والميوزك اوترو كام ثانية، وتقدر بقى تضيف اكتر من حاجة تانية بعد كده، تمام. وتبدأ تقول له اعمل لي بقى الحلقة. بعد ما تتعمل مجرد بس تعملها بابلش، عايز تحملها على النت، عايز تحملها على الجهاز عندك زي ما انت عايز.